شيء بارك الله فيك. سلام خويا صوفيا. سلام. كي داير؟ لاباس عليك؟ الحمد لله بخير. بخير يعني. تحيه للناس الاحمر. الله يحفظك اختي سهر. خويا صوفيا انت عمار. اي مرحبا. شحال من عام وانت كتعمر؟ وتقريبا من تقريبا شي 2006 ولا 2007. بحال نديرو حنا 2007. شي 2007 بحال هكا. انا كنت مع المرحوم جغيدر في الشماعيه. مع المرحوم دوزت مع المنصوري. دوزنا مع بالقعدي الله يذكره بخير مع جوا كان قديم والحمد لله في الدار البيضاء وداك الشيء كاينين الناس صحابنا ثاني الحمد لله هو هذاك الضمير اليوم انت مع من هنايا انا دابا في مولاي عبد الله مع عبدي الخالد ديك مولاي عبد الله كنت في حي مولاي رشيد مع انور احديش ديال القلعه تحية لخويا انور خويا انور عزيز ليا لا هو ولا جمال الدراري كاملين ايوه من هنا حتى لايطاليا لاحظتك ناس صحابنا تسمع ولاد بندريسه هما ناس مزيانين الله يعمر دار الله يطول في عمرهم ناس الكرام ناس محبوبين عند الناس كل شيء ودوزنا كاع قاعدين دوزنا معهم الحمد لله والحمد لله هذا هو الدومين ديالنا حنا عندنا الدومين ديالنا هو التعمار ما عنديش شي حرفه اخرى ما عنديش انا شي حرفه اخرى ولا شي حاجه عندي الدومين ديالي هو التعمار مني كنسالك الحمد لله كنمشي لكازا كنبيع ونشري عندي لله. واحد الوالده الله يخليها ليا إيه انا وياها في الراس صافي داكشي اللي البركه اللي كنجمع كنديها ليها والحمد لله مستقر الحمد لله في المحل ديالي مسكنه معايا الحمد لله دابا الوالده ديالك عايشه معاك عايشه معايا الوالده الأب. انا باني الامي في 2003 الله يرحمه انا دابا داير السكنه ديالي لراسي داير محلي راسي صافي مسكن معايا واحد الوالد الله يخليه ليا لا مازال ما مجوش الله يجيب لك شي بنت الناس امين الله يجيب لك شي بنت الناس كتدريويش الله يحفظك طيب وظريف الله يجيب لك شي بنت الناس اللي تحسن فيك وتحسن بالوالده ديالك الله يحفظك اختي سعاد الله يسخر لك اخويا سفيان شوفوا نقول لكم واحد القضيه شوفوا تبارك الله ملي مات الوالد ديالك شحال كان عندك من عام؟ لا هذه شي 11 سنه 11 سنه شي 11 سنه غير انت والوالده ما عندك لا خوتك لا والد لا مع خوتي ساكنين بعدهم انا عايش انا والوالده شوفوا بحال هذا الشاب الخالق تبارك الله اللي الوالده ديالو توفى الوالي عفوا الله يخليها ليه طويله العمر اللي الوالد ديالو راك شتي وتلاقيتي معاه وداك الشيء الوالد ديالو توفى وخلاه هو طفل عنده 11 سنه بقى عايش هو الام ديالو وانا كنعرف الام ديالو يعني من اطيب خلق الله اللي واحد انا كنت في الشماعيه وتلاقيتها وشفتها لواحد الانسانه من اطيب خلق الله دريويشه ما تتهضرش الله يعطيها صحيحتها ويطول في عمرها والله يخليها ليه آمين. والله يخليه ليها آمين. كما كتشوفوها بحال هاد الوليدات هادو حنا بزاف كنشوفو متلاحو للبليه ما مبليش اخويا صوفيا لا انا مبلي بالبارود وبالمكحل الحمد لله ما مبلي بشعال والخيل ما مبلي بشعال اخرى كما كتشوفو هاد سفيان الناس بحالو الوليدات بحالو كيتلاحوا للبنيه كيتلاحوا لحوايجات خايبين كيخرجوا على حراسهم وكيخرجوا على والديهم وكيضحيوا بحياتهم هذا كتشوفوا الحمد لله تبلى بالبارود وتبلى بحب الخيل واحسن بليا وبغيتك اخويا سفيان شرح ليا المكاحل كتعمر انا عمار كنعمر الحمد لله شحال من عام وانا كنعمر ما عمرش هو حد قاس لي في يدي ولا شي حاجه هضر لي اخويا على المكاحل كيفاش انا كنشوف المكاحلنا مستفين كنشوف الخدمه كنشوف داك الشيء هذه ديال المقدم هذه ديال المقدم ديال المقدم هذه نقره حره نقره حره باقين الحمد لله هي اشتهار طلع كي داك الشيء مختوم تبارك الله كاين الجع بالعرب دور لي نشوف النقشه هي النقشه تبارك الله اللهم بارك شي خدمه كيفاش دايره البزبوس كيفاش داك الشيء البزبوس كي داير تبارك الله داك الشيء مزوق داك الشيء تبارك الله في المستوى تبارك الله بحال هذه المكحله هذه شحال عندها من عام وما عندهاش دابا هذه الله مخدومه ماشي قديمه المكحل ديال المكحل دابا القدامى شحال شكون باقي كيركب بهم راه ممنوع يركب بهم انا دابا حاليا انا عمار لقيت شي مكحله قديمه والله ما ندير فيها يدي واخا يعطيني مولا مليون يقول لي عمرها لي ما تركبش بها ما نديرهاش في يدي ما نشدهاش انا ما نعمرهاش اصلا كيكون داك الجعب الرومي راه ضرب في القانون ديالها راه شاش بحال حيت بالك السيد تعذب مسكين على وليداته وتفرق عليهم كوع على يدي ولا شي حاجه حنا الحمد لله انا ما كنبغيش هو يتصاب لي في يدي الحمد لله انا دابا اللي كان الجعب مليح نخدم فيه نخدمو لو ما كان الجعب ما مليحش ما نقربوش والله ما نقربو بالله ندور بحالاتي نزيد بحالاتي دابا انتوما اللي عارفين انا اللي عارف دابا لقيت شي جعب عيان ما نقربوش دابا هاد المكحله كيفاش كتخدم هادي باش كتخدموها؟ العرب تجيب من وزين هذا النقره كتشري النقره دابا هاد النقش كيبقى على حساب المقدم هو شنو المقدم شنو بغا شنو هو الزوقه ديالو شنو بغا دابا المقدم دابا خاطر شتي العود
فالراس ديال الحصان ديال الحصان عايشتها صافي الزواقات هنا كثيره 2023 هي الله يطول بالك والله مكحلة العود تا هو زوين الصبيغات هي زوين داكشي زوين الماكينه مليحه فيها كلشي داكشي زوين تبارك الله اللهم بارك دابا بحال المكحله دابا بحال هذه شحال الثمن ديال هاد المكحله راه كاينه المكحله كاينه راه كاينه كل واحد كيخدم كاين اللي كيخدم ب 120 كاين اللي كيخدم ب 140 كاين اللي كيخدم مليون كل معلم والخدمه ديالو كل واحد شنو شنو اللي كيسلكوا في السلعه ديالو اللي كيجيب كيمشي على حسب السلعه ديالو بحال بحال دابا نقدم بيجا دابا هذا شاري السلعه الراسه دابا شاري السلعه الراسه جابوا داك الشيء الراسه تبارك الله داك الشيء خادم الحمد لله داك الشيء في المستوى خادم داك الشيء مع دي من تسالو واش نقول لك داك الشيء داك الشيء مخدوم ناضي انت كتشوف كل شيء مزيان قرص كل شيء داك الشيء الزواقه كل شيء داك الشيء تبارك الله في المستوى وشكرا لك اخويا سفيان على المعلومه وعلى النصيحه ديالك شكرا لك يحفظك الله شكرا اخويا الله يطول في عمرك والله يخليك بيداتك امين اخويا سفيان امين وتنت الله يسخر لك ولدي والله يجيب لك السلامه والتيسير امين والله يخلي لك الوالده تاج فوق راسك امين يا ربي وانا دابا كنعمر ايسر بالحمد لله وما عمر شي مشكل جا من يدي كاع ولا شي حاجه انا دوك اخويا سفيان دري دابا هذوك الركابه اللي كنعمر لهم انا ماشي كندير هذا وجهيات هذا ندير لي شويه هذا ندير لي شويه وهذا ندير لي قياس شي حاجه انا كنمشي في العبار واحد بحال يكون عندي في العبار في يدي عندي في الغره نعمر لهذا 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 بحال بحال ما كنعزلت حتى واحد بحال المقدم ولا كلشي صافي ملي أنا... تعمر غنرجع عندك ان شاء الله مرحبا مرحبا اختي سعاد في اي وقت مرحبا سفيان راه عنده ارشيف ديال المكحل هنايا انتوما تبارك الله هذه خدمه هذه الشيء ديال تبارك الله الله يبارك داك الشيء خاص يكون مستف في مستوى هذاك الشيء تبارك الله تبارك الله اما الناس اللي شافوا ولا شافوا المكحل مستفين في واحد المستوى كيعرفوا العمار تو نقي ما يكونش داك الشيء معربز عشوائي داك الشيء العشوائي ما عنديش معنى المكحله محطوطه عليه المكحله مخلطه السين انا كيعجبني اي حاجه اللي كتكون منظم خاص داك الشيء يكون منظم واي حاجه اللي كتعجبني انا في المكحل هو السيري الشيء اللي كان سيري كتمحنش ما كتمحنش وكدير داك كل واحد عارف مكحلته كل واحد عارف المكحله ديالو وكيكون داك الشيء في العبار وداك الشيء مستوى مزيان يلاه شكرا والله يسخر لك اولدي يبنى لك السلامه والتيسير